بلد الأصالة العظيم. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، وخيرك عليا يا مدنية. هي كلمات تفاعلنا معاها كلنا هنا في الاستوديو، حتى كمان ضيفتي كانت بتندم مع الاغنيه ماجدة محمود الصحفية المعروفة، وأيضا مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة. أهلا بحضرتك. يعني شوفي تفاعل بقى، كلنا بفطرتنا كده بنحس إنه بس يعني حد يعني إيه يدخل ناحية مشاعرنا تجاه مصر، فتلاقينا على طول مطلعين أحسن حاجة عندنا. ما هي مصر. ما هي مصر بقى. وبالتالي لما يكون في تمكين اقتصادي هيكون في صحوة كبيرة عند المرأة وأسرتها، وده يعود على المجتمع كله. كنا بنتكلم عن تفاصيل تمكين المرأة المصرية، وحضرتك قلتي الدولة بتقدم أشياء كثيرة جدا لصالح هذا الهدف الجميل. ومن هذه الإجراءات المقدمة للمرأة المصرية لتمكينها اقتصاديا إنها تدرب لو هي حابة تعمل مشروع صغير أو متوسط أو متناهي الصغر، بيبقى في جهات بتدربها إزاي تختار المشروع ده، وإزاي يكون عندها مهارة حتى تنجح في هذا المجال. السؤال مطروح من مشاهدة دلوقتي بتشوفها لأول مرة وتسمع عن التمكين الاقتصادي وحابة تبدأ مشروع صغير بسيط على قدها، نقول لها إيه بقى؟ نقول لها حاجة بسيطة قوي. المجلس القومي للمرأة على مستوى 27 محافظة فتح أبوابه، وإحنا دايما بيبقى عندنا دورات تدريبية متتالية. إحنا بدأنا من 3 سنين التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة. هو الأول كان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والسورية. كنا بندرب على 3 حاجات، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، كوافير ومطبخ وخياطة وتطريز. حبينا بعد كده نوسع الدايرة، لأن لقينا إن بدأ فيه يبقى في مصر إلى جانب السوريات عراقيات ويمنيات وليبيات ومن دول إفريقية وسودانيات ومن دول أخرى يعني. فقلنا نوسع يبقى التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة. مستمرين يعني مصر هي القلب الكبير بالظبط. يعني بدليل إن 100 مليون صحة راحت إفريقيا دلوقتي، يعني هي دلوقتي بتتعامل أفارقة تحت مظله ان احنا بنقود المنطقه الافريقيه دلوقتي او الرياده للمنطقه الافريقيه. فحضرتك ده بيبقى دورات تدريبيه بمعدل كل من 2 لـ3 شهور، بتيجي يتم تدريبها على الحرفه اللي هي عايزاها. مش بس بندرب وبنسيبها، لا، هو بعد كده مرحله ما بعد التدريب اللي هو التنفيذ. عندنا مثلا مشروع قدها قدود في البدرشين، مقدمين مجموعه من ماكينات الخياطه، بتروح بعد كده هي تتعامل، بيجي لهم شغل من اماكن مختلفه، سواء من وزارات او مدارس او جهات اخرى، لعمل مثلا شنط، لعمل شنط للمؤتمرات، شنط للمدارس، حاجات مختلفه. هي بتروح عند المشروع اللي هو اطلقته الدكتوره مايا مرسي من 2 سنين او 1.5 سنة، وبتبتدي تشتغل بقى اللي اتدربته علشان يبقى فيه جوده في ادائها. انا حابه مصطلح قدها وقدود جدا يعني. ما هي المصريه قدها وقدود فعلا. فعلا. بس هنا يعني بين قوسين جنب كلام حضرتك المهم قوي، انه طالما في صناعات موازيه لشيء بنستورده مش هنشتري المستورد الايام دي، خلاص كلنا نعمل حمله كده مع بعض، هنشتري كل ما هو مصري. طالما ليه بديل مصري ليه نشتريه اجنبي يعني؟ على فكره انا عايزه اقول لحضرتك حاجه هتفرحي بيها جدا، انه ده بيحصل فعلا، لان احنا بتروح تتعامل مع ان هي تبتدي تشتغل، بعد كده بيبقى في اللي قبلها وهي واللي بيجي بعدها بتبتدي مرحله الجوده في الانتاج. احنا بيتم التصدير للخارج، يعني بيشاركوا هنا في المعارض اللي بتعملها وزاره التضامن دكتور غدا والي، والمعارض اللي بيعملها المجلس القومي للمرأة، وكمان المعارض الدولية، وكتالوج المصرية 1 و2 و3 بيتم عرض المنتجات فيه، وبيتم تسويقه على المستوى العربي والدولي. فبيتفتح منافذ. احنا حتى الجديد في المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، وانا سعيدة جدا بده، ان احنا عندنا المطبخ اعداده بشكل جيد جدا جدا باجهزه وادوات مطبخيه عاليه الجوده، وانه هيتم بقى هناخد المجموعه اللي هي اجادت في المطبخ وعملنا لها اختبارات، هتبتدي تيجي تعمل اكلات ويتم تسويقها. انا عايزه اقول لحضرتك الاكثر من كده، ان هيبقى في كاميرا مع ابلكيشن خاص بحضرتك، حضرتك طلبتي وجبه معينه هتشوفيها اثناء اعدادها لغايه ما يتم تنفيذها. الله. وتاخديها امنه عشان تطمني المكان نظيف، المطبخ مجهز، الست نظيفه، وبتشوفي مراحل اعداد وجبتك لغايه ما بتتقفل وتوصل.
الحقيقة أفكار كتير جدا جدا بسيطة لكن يعني مجدية للمجتمع المصري والمرأة في حد ذاتها. يعني يمكن الرجال هنا بيقولوا حكاية التمكين الاقتصادي للمرأة ده هيأثر علينا، ردي عليهم بقى. لا طبعا بالعكس، ده هيساعد، لأن احنا بعيدا عن النسبة العالية عندنا للمرأة المعيلة، والمعيلة دي على فكرة مش شرط تكون مش موجود جوزها معاها، في امرأة معيلة بيبقى جوزها إما مريض او بيجي عليه اوقات ما يعني اللي هو الاعمال اليوميه دي، فبيجي عليه اوقات ما بيشتغلش او يعني في نسبه بيبقى الرجل موجود معاها، فهي هنا بتشيل الاسره معاه، هي داعم معاه للاسره، هي الاسره عمودين هي وهو، فبتشيل معاه. ده بخلاف الاسره المراه اللي هي بدون رجل، فبالتالي الشغل هنا بيبقى بيصب في مصلحه الاسره سواء عند الزوج او عند الابناء. عايزه اقول ان المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وكل اللي احنا بنعمله واللي جهات تانية اخرى بتعمله بالتوازي معانا، ده خفض نسبه البطاله، ودي حاجه كويسه جدا. خفض نسبه البطاله عند المراه وكمان عند الشباب. ده كلام جميل بنات جدا، بنات ورجال واناث. الحقيقه كلنا بنكمل بعض، كلنا ايد واحده لصالح وطننا لحبيب مصر. تمكين اقتصادي للمراه معناه انه المراه تكون إيجابية أكتر، تكون فعالة أكتر في المجتمع، بالتالي عايز الرجل اطمئن، هي سند وداعم ليك والوطن كله. أنا الحقيقة يعني سعيدة بهذا اللقاء مع حضرتك، نورتيني على الهواء. ميرسي ليكي، أنا اللي أسعد طبعا. شكرا جداً. الكاتبة الصحفية المتألقة أستاذة ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة. مشاهدينا خليكم معانا اللقاء القادم، لقاء لطيف انا بحبه جدا لانه بيقدم زي طاقه ايجابيه ونور كده ووهج لابداع اكتر للمراه المصريه. قصه نجاح لامراه مصريه وازاي نبدا في اي مرحله من عمرنا شيء جديد او مشروع جديد او فكره جديده وتكون فكره ناجحه جدا بعد الفصل.